ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا مقدمة تتعلق بمبادئ هذا العلم المبارك، ثم أعقبناها بالأركان التي يقوم عليها هذا العلم، فذكرنا الخطيب ومواصفاته العامة والخاصة وعيوبه الشخصية والبيانية والفنية، ثم ذكرنا الخطبة وعرجنا على أسس اختيار الموضوع، ثم إعداد الموضوع سواء الإعداد الذهني أو الإعداد الكتابي، سواء في مرحلة عصف الأفكار أو في مرحلة الكتابة، ثم انتهينا إلى إلقاء الخطبة، وسواء قبل صعود المنبر والمقاومات التي يحتاجها الخطيب في ذلك، أو بعد صعود المنبر والمقاومات التي تتعلق بشخصيته وطبيعة أدائه وموضوع خطبته وتمكنه من البيان. بقي معنا الركن الثالث الذي يقوم عليه هذا العلم، وهو الجمهور. ولا شك أن الجمهور هو المستمع والمتلقي، وأنه ركن رئيس، لا تكون بدونه الخطبة ولا تنعقد بدونه الجمعة. فلو تصورت خطيبا أحسن إعداد خطبته وذهب إلى المسجد ولم يجد أحدا، فالخطيب موجود والخطبة موجودة، لكن أنى لها أن تنعقد بدون جمهور؟ لا يصح أن يقوم الرجل خطيبا في الأشجار والأحجار. وإذن فوجود الجمهور ركن ركين، كما أنك لو تخيلت وجود الجمهور ووجود الخطيب ليس معه خطبة يقوم يقولها، فإن الخطبة لا تنعقد لأنه لم يقلها. أو تصورت الخطبة عند الخطيب والجمهور موجود، لكن لم يأتي الخطيب بخطبته، كل هذا يدلك على أنها أركان لا بد أن تتواجد وأن الخطبة تفتقر إليها. والحديث عن هذا الركن الجمهور سوف يكون على محاور ثلاثة: أولها تأثير الجمهور، ثانيها علاقة الجمهور بالخطيب، ثم أنواع الجمهور التي يتعامل معها الخطيب غالبا. أما أولا تأثير الجمهور، فهذا يظهر من عدة نقاط. أول شيء العدد، فالخطبة لا تصح بدون جمهور، وإن اختلف في عدده كما تقرر في كتب الفروع، فمذهب الشافعية والحنابلة أن يصل الجمهور إلى 40 رجلا، ومذهب محمد بن الحسن وربيعة والزهري والأوزاعي 12 رجلا، ومذهب مالك تنعقد بكل عدد تكون به القرية ويكون به يعني بيعهم وشراؤهم ونحو ذلك، ولم يحد عددا وأبى أن يكون 3 أو 4. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تنعقد ب4، الخطيب و3، لأن هذا هو أقل الجمع. وفي رواية عن أحمد رحمه الله اختارها شيخ الإسلام وجماعات من المحققين أن الخطبة تنعقد ب3، يعني الخطيب و2، لحديث ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، والحديث عند أحمد وأبي داود، ولعل هذا أرجح الأقوال. وأهل الظاهر يرونها تنعقد ب2، الخطيب و1، وشذ بعض أهل العلم فقال تنعقد ب1 يخطب يعني نفسه
لأنها لأنه يؤدي الواجب الذي يستطيعه، إلى آخر أقوال تصل إلى 15 قولا ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار. والمقصود هنا أن يعني العدد مؤثر، عدد الجمهور مؤثر، وإذا لم يكن الراجح أن يكون العدد 40 فإن أرجح الأقوال كما رأينا أن يكون العدد 3 بما فيهم الخطيب، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن العدد مؤثر. ثانيا فيما يتعلق بالجمهور كثرته، إذا كان يكفي 3 على الراجح فلا شك أن الجمهور القليل المتفرق في نواحي المسجد هذا يجلس على سارية وهذا يجلس تحت يعني تكييف وهذا يجلس خلف جدار ونحو ذلك، لا شك أن هذا يقتل في الخطيب روح الحماسة، وفي المقابل الجمهور الكثير يشحذ الهمة ويثير الملكة ويعني يقوي من تفاعل الخطيب مما يجلب التوفيق ويطلق التعبيرات القوية والانفعالات الصادقة. وأنت حين تخطب في جمع قليل تشعر بفتور الحماسة، وحين تجد المسجد ممتلئا فإنك تستشعر الحماسة، ويكون كثرة الجمهور عاملا من عوامل إثارة مشاعر الخطيب وحماسته. ثالثا نوعية الجمهور أيضا مؤثر، لا شك أنها تؤثر يعني نوعية الجمهور في الخطيب، وتؤثر في نمط الخطبة، وتؤثر في موضوع الخطبة. فالجمهور المثقف الواعي الحريص غير الجمهور الذي همه مجرد إقامة الشعيرة، الجمهور المتعلم غير الجمهور الأمي، الجمهور العربي غير الجمهور الأعجمي. بعض البلاد يكثر فيها الأعاجم، فينبعث الخطيب يخطب في قوم هو يعلم أن أحد منهم لا يفهم شيئا، وقد يكون في وسطهم ولابد يعني 10 من العرب أو 20، وقد تجد يعني عامة الحضور من الأعاجم، هذا معروف في كثير من البلاد. فالخطيب لا شك أن عينه هو يبحث عن رجل عربي يفهم يعني أو يعتقد أنه يفهمه، وقد يرى أكثر من حوله أعاجم يبتسمون ابتسامة لمجرد الابتسام والتبرك، وإلا فأكثرهم لا يعلمون لغة الخطيب ولا يفهمون. وقد يقوم بعض يعني من على لسانهم بترجمة إجمال هذه المعاني بعد الخطبة، وهذا جيد. لكن على كل حال نوعية الجمهور مؤثرة، أن يكون الجمهور مثلا متبعا وصاحب سنة في غالبه، بخلاف ما يكون الجمهور يعني من الهمج الهامج الذي يعني لا يعرف سنة من بدعة ونحو ذلك، وهذا كله تظهر معه رسالة الخطيب في يعني النهوض بمثل هذه النوعيات المختلفة. وأما ما يتعلق بالمحور الثاني علاقة الجمهور بالخطيب وبالمسجد، فلا بد أن العلاقة بين الجمهور وبين الخطيب مؤثرة، فلكل منهما يعني حقوق وعليه واجبات. أما علاقة الجمهور أو أما حق الجمهور على الخطيب فإجمالا على الخطيب أن يهتم بقضاياهم وأن يحترم مشاعرهم وأن يحترم عقولهم وأن يجيد التواصل معهم وأن ينصح لهم. أما الاهتمام بقضايا الناس فهذا قد تقدم معنا، وأما احترام مشاعرهم فكذلك، خاصة إذا كان لهم خصوصيات أو يعني معان خاصة، سواء جميعهم أو بعضهم أو فرد واحد منهم. وأما احترام عقولهم قد تقدم هذا أيضا في تجهيزه للخطبة واختياره يعني موضوعه وترابط أفكاره ووحدة الموضوع، وكل هذا تقدمت الإشارة إليه. وأما إجادة التواصل معهم فهذا أيضا قد تقدم في أثناء الحديث على الإلقاء. وأما النصح لهم فهذا واجب الخطيب على كل حال. وفي المقابل كما للجمهور يعني حق على الخطيب، فإن للخطيب في المقابل حقا على الجمهور أيضا. ف
فمن ذلك أن حق الخطيب على الجمهور أن ينصتوا إلى خطبته، لأن الإنصات واجب، ومع وجوبه أيضا فإنه يعين على أداء الرسالة. إذا أنصت الجمهور للخطيب لا شك أن هذا يعينهم أو يعينه على أداء رسالته. ومن حق الخطيب على الجمهور أيضا أن يتفاعلوا معه بقبول الخطبة أو الموعظة والعمل بها. من حقه أيضا على جمهوره أن يبذلوا له النصح. أن يبذلوا له النصح إذا لزم الأمر بالحكمة وحسن الموعظة، كما أن من حقه أن ألا يفتنوا بالمدح في وجهه على النحو المخالف للشريعة، بل يقومون بالدعاء له. هذا يعني على الإجمال ما يتعلق بعلاقة الجمهور بالخطيب، وكلما كانت علاقة الجمهور بالخطيب يعني فيها من الحضور والحرارة كلما ترتب على ذلك نجاح الخطبة وحسن تأثيرها. وأما علاقة الجمهور بالمسجد نفسه فهناك أشياء ملحوظة لا بد أنها مؤثرة، فلا يخفى أثر تهوية المسجد مثلا وإضاءة المسجد، ولو كان بالنهار يعني المسجد الذي يغلق بالستائر ونحوها بخلاف المسجد الذي يفتح فيدخل فيه ضوء النهار، هذا له أثر على الجمهور. وضوح الصوتيات، سعة المسجد، الظل إذا كان الجمهور يصلي خارج المسجد، كل هذا له أثر على الجمهور. فإن بعض المؤثرات تجعل الجمهور ينام في جو هادئ ممتع بعيدا عن الخطبة، وبعض هذه المؤثرات تجعل الجمهور متفاعلا متأثرا يتفاعل مع الخطبة على النحو الذي يعني يؤدي الثمرة المرجو. كذلك لا يخفى أيضا نوعية الخطيب وسلامة أدواته وحسن أدائه على الجمهور، كل هذا مما له علاقة وطيدة بموضوعنا. ثالثا فيما يتعلق بالجمهور، أنماط شخصية الجمهور. لا بد للخطيب أن يتعرف أنماط شخصية الجمهور، يعني أنواع هذه الشخصية وكيف يتعامل معها، وسواء كان هذا قبل الخطبة يحتاج هذا أحيانا، أو في أثناء الخطبة يحتاج هذا أحيانا، أو بعد الخطبة يحتاج هذا كثيرا. فالخطيب الذي لا يعرف جمهوره ولا يعني يعرف كيف يتعامل مع أنواع الشخصيات المتباينة، خطيب غير موفق، لأن جزءا من نجاح الخطبة يتعلق في علاقة الخطيب بجمهوره كما تقدم. والجمهور هذا لا يخلو من فئتين، إما فئة يعني المتلقين أو فئة المشاغبين، وتحت كل فئة أنواع وأنماط من الناس. أما الجمهور المتلقي فهذا يعني يمكن أن نتصور فيه بعض أهم الشخصيات التي يتعامل معها الخطيب، ومن ثم فهو مطالب أن يحرص على يعني حسن التأتي مع كل شخصية من هذه الشخصية. فمن ذلك الشخصية السلبية، وهؤلاء أكثر الجمهور في كثير من المساجد التي تقام فيها الشعائر لمجرد إقامة الشعائر. والشخصية السلبية ذلك الشخص الذي يحضر لمجرد إقامة الشعيرة، ولهذا يتأخر في الحضور غالبا، ولا يعني مواصفات الخطيب ولا يعني موضوع الخطبة بقدر ما يعني أن يسرع العودة إلى بيته، ولهذا ينظر إلى البيت أو المسجد الذي أسفل من بيته، وربما لا يخرج إليه أيضا إلا يعني في الخطبة الثانية أو قبيل إقامة الصلاة، وربما لا يتكلف أن يتزين لحضور الجمعة ولا حتى أن يغتسل أو يتطيب، وربما ينزل بملابسه، وربما لا يدخل المسجد أصلا بل يصلي تحت باب بيته ينتظر امتداد يعني الناس خارج
المسجد فهذه شخصية سلبية لا يعني تعظم من شعائر الله عز وجل، وكل همه أن يقول لقد صليت الجمعة. وهذا النوع مع كثرته على كل حال، فالخطيب دوره أن يسعى في علاج هذه يعني النوعية من الشخصيات بأن يجتهد في إثارة عواطفهم وإيقاظ بواعث الانتباه في نفوسهم، ويعمل على تغيير نمط هذه الشخصية من السلبية إلى الإيجابية. وله في هذا جملة من الأسباب، من أعظمها أن يجتهد في الدعاء، وأن يكون في خاصة نفسه له روحه يعني المتميزة، ويحسن إعداد الموضوع، وأن يحتال على هذه النوعية من الشخصيات بأن يعني يلخص لهم في الخطبة الثانية الهدف من الموضوع وأهم ما تكلم فيه، وأن يعمل على إيقاظ يعني كوامن العواطف التي لا يخلو منها إنسان، حتى يعني يكون من هدفه أن يرتقي بهذه الشخصية من السلبية إلى الإيجابية، ومن يعني دناءة الهمة إلى علو الهمة. وهذا يعني يستطيعه الخطيب بإذن الله بكثير أو بشيء من الأسباب والأدوات، إذا استطاع ذلك، وإلا فإنه ينبغي أن يترك يعني المسجد ويبحث عن قوم يحسنون يعني التلقي. من هذه الشخصيات في المقابل الشخصية الإيجابية، لأنه لا يخلو يعني مكان من الخير. والشخصية الإيجابية على العكس من الشخصية السلبية، هذه الشخصية يعني صاحبها يهتم بنوعية الخطبة ويبحث عن الخطيب الجيد، ويسعى في خاصة نفسه إلى التغيير، ويحرص على التعلم، وهو يريد أن يعني يؤثر على الأقل في أسرته، ويحمل شيئا من هم مجتمعه وربما أمته، وعنده حظ من الحماسة والرغبة في تطوير يعني أدائه. ومثل هذا النوع هو بالنسبة للخطيب غنيمة، ولهذا على الخطيب أن يسعى إلى توطيد صلاته بهذه النوعية، ليس من خلال فقط يعني الموعظة الجادة فوق المنبر، بل هذا لا يكفي. مع مثل هذه النوعيات لا بد أن يسعى إلى توطيد علاقته بمثل هذه الشخصيات من خلال مرحلة ما بعد المنبر، إذا نزل واحتك بهؤلاء وسلم عليهم وصافحهم وناقشهم في بعض القضايا، وطلب النصيحة منهم أيضا، وحرص على أن يشاركهم بعض المشاركات الوجدانية في فرح أو حزن أو نحو ذلك، وحاول معهم أن يوسع دائرة النشاط خارج المسجد إلى الحي وإلى البلدة ونحو ذلك، لأن هذه الشخصية من أنفع الشخصيات التي تحضر خطبة الجمعة. من الأنماط التي تتلقى الجمعة أيضا للخطيب شخصية الناصح، وهذه الغنيمة الباردة بالنسبة للخطيب. هذا يعرفه الخطيب برفقه وحسن تأتيه ورغبته في التسديد وعاطفته التي لا تخطئ الخطيب، ويعني مثل هذا كما قلنا غنيمة باردة، يعرفه الخطيب بسمته وأدبه وحسن موعظته، يظهر عليه أمارة النضوج والفهم والعلم والغيرة على الدين. مثل هذا يعني ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ، وأن يتقبل نصيحته، وأن يناقشه، وأن يستمع إلى بعض يعني النقد الذي من خلاله يستطيع الخطيب أن يقوم أداءه، وأن ينهض برسالته، ويشكر له ذلك، ويحرص
على دوام الاتصال بمثل هذا النوع، وقد يكون هذا النوع في صورة يعني رجل من أهل الفهم والعلم والفطنة ممن يصلون في الحي، وقد يتفق أن يكون رجلا من أصحابه وإخوانه العلماء أو الوعاظ أو الخطباء اتفق وجوده يعني معه. على كل حال شخصية الناصح من أهم الشخصيات التي يبحث عنها الخطيب الجاد، حتى أنه إذا نزل من فوق منبره يعني يصافح وجوه الناس عسى أن يجد منهم رجلا إن لم يبادره بالنصيحة فلعله أن يطلبها منهم. من أنواع الشخصيات التي يعني تتلقى الخطبة شخصية الإنسان الكبير، سواء الكبير في سنه فهذا يوقر، أو الكبير في علمه فهذا يحترم، أو الكبير في سلطانه فهذا يقدر. كل هذه معان من المعاني التي جاءت الشريعة باحترامها. قد يكون والدا أو عما فهذا يعامل بما يليق به من البر. إذا نزل الخطيب فوجد أباه في وسط الجمهور فما هو إلا أن يبادر فيخصه بالتحية ويقبل يده أمام جمهوره حتى يتعلم الناس يعني الأدب بطريقة عملية. أو كان يعني عما فعم الرجل صن أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو خالا خال والد كما يقولون. كل هذه المعاني يعني لا بد أن تحترم. أو يكون كبيرا في علمه كما لو اتفق حضور بعض العلماء وأهل الفضل فهذا يعني يتلطف معه على النحو اللائق، كأن يقول الخطيب يعني ما كان ينبغي أن أتكلم في حضرتكم ونحو ذلك. هذا أيضا كله مما يؤثر في الجمهور فيتعلم الأدب من الخطيب. أو يكون سلطانا إن كان عادلا فمثل هذا يعني يفدى. ويعني إذا لم يتفق شيء من هذا فمثل هذا يعني يتعامل معه على النحو الذي يليق ويحقق المصلحة. لكن في جميع الأحوال ينبغي أن يكون الإنسان حكيما في مثل هذا، لا أن يكون كالرجل الذي حدثونا عنه أنه كان بينه وبين أبيه يعني بعض النزاعات والإشكالات، فدخل في صلاة التراويح فقرأ في سورة الشعراء، فلما وصل إلى قوله تعالى واغفر لأبي إنه كان من الضالين جعل يكررها ويبكي وأبوه يعني واقف خلفه. لا شك أن هذا يعني ليس من الأدب في شيء، ولو كان أبوه ما كان فإن مثل هذا يعني يجعل أو جعل الناس ينتبهون إلى هذا وينتقدون شخصية الخطيب، وجعل ينادي بلسان حاله بعدم البر وسوء يعني الخلق، وهذا يعني مما لا يليق. من الشخصيات أيضا التي وهو الشخصية الخامسة أو النوع الخامس من أنواع الشخصيات التي يتعرض لها الخطيب في القسم الأول، وهو يعني المتلقين، شخصية المدل. وهذه كثيرا ما يعني يتعرض لها الخطيب، والعرب تقول أدل عليه يعني وثق بمحبته فأفرط عليه واجترأ عليه، فهو مدل. يعني الرجل يدل عليك أيها الخطيب سواء بنسب لأنه أخوك أو ابن عمك أو نحو ذلك، أو بصحبة لأنه كان زميلا لك من الابتدائي والإعدادي ونحو ذلك، أو بزمالة لأنه رفيقك في عملك وزميلك في مهنتك، أو بجيرة أو مصاهرة أو نحو ذلك. هذا النوع يعني له خصوصية مع الخطيب. والأصيل الذي لا يترفع على أقرانه ولا ينسى أصله وتاريخه، لكن في حكمة أيضا وحسن تأتي. ليس معنى هذا أن يناديه بما لا يليق أن ينادى به الخطيب أمام يعني جمهوره، يعني ما يعني يقول له بما كان يقولانه في الطفولة الأولى ويقول الله إحنا أصحاب. لابد أن يكون هناك نوع من الحكمة، وإذا اتفق شيء من هذه المفاجآت فالخطيب يحسن التأتي، لكن لابد أن يراعي
فإن الحر من رعى وداد لحظة كما قال الشافعي رحمه الله وانتمى لمن أفاده لفظة. فليس معنى أن فتح الله عز وجل على هذا الخطيب وصار مشهورا وصار صاحب منبر وصار له كلمة وصار مسموعا وصار له شأن أن يترفع على أقرانه أو على زملائه أو على أرحامه أو على أصهاره. هذا وإن حصل منهم نوع إدلال فإنه يعتذر بأن هذا يعني إذا هذا يحتاج إلى حسن البديهة في تصرف الخطيب. قد يعني يجي يفاجئ الناس بأن الرجل يعامل الخطيب وهو عند الناس يعني له شأن عظيم فيقول فلان هذا يعني ليعتذر عن الموقف فلان هذا زميلي منذ يعني مراحل الابتدائية الأولى وكنا معه ونحو ذلك فكأنه يعتذر للجمهور أن مثل هذا يعني له حق في نوع إدلال يكون له. هذا النوع الأول المتلقي بلا متاعب. يبقى النوع الثاني الجمهور المشاغب وهؤلاء يعني لهم أنماط كثيرة يمكن أن نستخرج منها الشخصية المعارضة. وهذا النمط الأول المزعج من يعني الجمهور المشاغب. الشخصية المعارضة هو الشخص الذي دائما يعارض الطرح الذي يطرحه الخطيب من قبل أن يسمعه لإشكال في طبيعة شخصيته دائما يبدي عدم رضاه. وهذه النوعية صعبة خصوصا إذا كان مع الجهل وهذا يعني لا يرضيه شيء وإنما يظهر يعني الخلاف دائما. وينبغي مع مثل هذا أن يسعى الخطيب أولا إلى كسب الجمهور قبل أن يكسب مثل هذا النوع. يكسب الجمهور في صفه ليستعين بالجمهور على هذا الرجل المعارض وأن يستعد له فإن هذا يعني معرض أن يكون في كل خطبة وفي كل مسجد يستعد له بسلاح الحكمة والأدب والصبر الجميل وأن يصرف معارضته بإحراجه بالحلول العملية. يعني بعض الناس دايما يقول والله هذا الكلام ما كان هذا الموضوع المناسب الذي تتكلم فيه وهذا الطرح يعني ليس بالطرح الجيد وربما يعني هذا خطأ في كذا أو كذا أو كذا فمثل هذا يصرف بإحراجه بالحلول العملية. يقول له وأنت ماذا ترى في هذا الطرح حبذا لو أخبرتنا. طبعا هذا سيحرجه لأن هذا المعارض يعارض لمجرد المعارضة وبالتالي إذا تكلم وقال أنا أرى كذا وكذا سوف يتصدى له الجمهور في هذه الحالة. أن يقول له ماذا تقترح يعني من طرح في مقابل هذا الذي سمعته فسوف لا يجد عنده شيئا أو يجد عنده ما يضحك يعني من حضر وقد يتولى الجمهور تأديبه في المقابل. وكثيرا ما يتعرض الدعاء يعني مثل هذا وهذه النوعية يعني تحتاج إلى صبر جميل كما قلنا. وإذا شق عليه طريقة يعني هذه الشخصية المعارضة فلا أقل من أن يعني يصرفه بحسن من أن يصرفه بحسن الطريقة. يعني يقول له مثلا لعلنا نتناقش في هذا الموضوع فيما بعد ونحو ذلك فيكون هم الخطيب ألا يخسر الجمهور وأن يحيد الجمهور معه وأن يتعامل مع مثل هذه الشخصية المعارضة بنوع من التلطف والصبر الجميل. ثاني أنماط الشخصيات التي قد يعني يتعرض لها الخطيب سواء يعني في خطبته نادرا وكثيرا بعد خطبته الشخصية المستفزة. الشخصية المستفزة وهذا لا يلزم أن يعارض وإلا هذا أصعب من المعارض. الشخصية المستفزة لا يظهر المعارضة لكنه يستفز ربما بسؤال ماكر أو بتعليق مثير وهو يقصد هذا غالبا كأن يقول لك بعد أن انتهيت من الخطبة كل هذا الكلام رأيته في كتاب ابن القيم الذي يعني كأن يقول لك يعني أنت ما قلت شيء أنت نقلت يعني كلاما أو يقول لك أنت تقلد الشيخ فلانا يعني خطبتك تماما أنت تقلده وتتوخى يعني تقليده أو يقول لك يعني لماذا بكيت في الصلاة عند آية كذا وكذا. أشياء في الأصل أن أحدا لا يتكلم فيها وهو يحاول يعني أن يستفزك أنت أكبر أم الشيخ فلان أيكم أعلم أنت أو الشيخ يعني فلان أنت أقدم في المسجد أو يعني فلان أو يسأل لمجرد الجدال أسئلة من الأسئلة التي لا يعني يسأل عنها لعدم وقوعها أو عدم الحاجة إليها. هذا يقصد إلى استفزاز
الخطيب على أي نحو كان، ومن أسهل صور الاستفزاز أن يتلمس عثرات الخطيب، ولا بد أن يكون يعني حصل له شيء، أنت لحنت في كلمة كذا، أنت يعني كان ينبغي أن تقدم كذا على كذا. مثل هذه الشخصية المستفزة ينبغي على الخطيب أن يواجهها بابتسامة، هذه الابتسامة تبرد من يعني حدة الاستفزاز التي قالها هذا المستفز. لكن ليحذر أن تكون ابتسامة سخرية، فإن هذا مما يزيد من يعني شره، وإنما يعني ليست ابتسامة استهزاء على كل حال، وإنما ابتسامة يعني فيها الصبر الجميل. يعالج مثل هذا أيضا بعدم جداله، ولا يلزم الرد عليه في كل ما قاله، فكثير مما يقوله المستفز خير من إجابته السكوت كما يقولون. ولا يلزم أن ينساق معه الخطيب حتى لا يفقد جمهوره، وليدع الجمهور من حضر منهم هو الذي يعني يتولى علاج مثل هذا. ويمكن إذا أصر على يعني نوع كلام يحتاج إلى إجابة، إن وجد أن يقول له الله أعلم أو لا أدري أو نحو ذلك، أو يجيبه بجواب مقتضب، هذا على حسب حكمة الخطيب. من الشخصيات التي يعني يلتقي بها الخطيب وكثيرا بعد خطبته الشخصية المنبهرة، شخصية هستيرية كما يقول الجماعة في علم النفس. الشخصية المنبهرة هذه التي يعني عندها هموم المسرح كما يقولون، يعني ينزل الخطيب عادة من المنبر على أي حالة كان هو، مهما يعني أساء أو أحسن، هذه النوعية من الشخصيات عنده انبهار بالخطيب ساعة نزوله من المنبر، فيبالغ في مدحه مدحا متكلفا يعني، ويقول كلاما يعني سمجا. أول مرة أستمع خطبة كهذه، أنا في حياتي ما رأيت خطيبا مثلك، ما أحسن، من أين أتيت بهذا الكلام، الله أكبر، ما شاء الله، فتح الله عليك أنت. مثل هذه النوعيات يعني التي تبالغ في الانبهار وتبالغ في المدح يعني غير اللائق، لا شك أن هذا يعني نريد أن تحدثنا طوال اليوم، ليتك ما نزلت، وهو قد لا يكون صادقا في هذا، وهو سيكتشف يعني عدم صدقه بعد أن يذهب إلى البيت ويقول ماذا قال الخطيب، ولماذا فعلت كل هذا. لكن هذه مشاعر يسمونها هموم المسرح، يعني دائما التفاعل الزايد نتيجة الشخصية الخفيفة التي يعني مساحة العواطف فيها أعلى بكثير من مساحة العقل. مثل هذه الشخصية ثقيلة في الحقيقة على الخطيب الجاد والخطيب الموفق، لا يترك يعني هذه التعليقات حتى يعني لا يمرض قلبه، وإنما يعني يعلم أولا نظريا أن هذا الذي يسارع في المدح فإنه يسارع في الذم أيضا، لابد أن يعلم هذا، يمكن أن ينقلب عليه في نفس المجلس انقلابا كليا. فمثل هذا لا يفرح لا بمدحه ولا يعني يأسى على ذمه، ومثل هذا لا ينبغي أن يترك يواصل يعني هذا الحال من الانبهار، وإنما يقطعه بالجمل اللطيفة التي لا تحرجه وفي نفس الوقت لا تحدث العنت عند الخطيب، كأن يقول له صلى الله تعالى أن يسترنا وإياك، صلى الله أن يتقبل منا ومنكم. فإذا لم يلتفت الرجل وبقي على حاله يقول له أين فلان ولدك وماذا فعل في أي سنة صار، يحاول أن يصرفه وأن يقطع سيل المدح المتكلف الذي يعني يظهر منه، وهذا يعني يحاول بعدها أن ينشغل بغيره من الناس حتى يصرف عنه مثل هذا النوع من الشخصيات المنبهرة. من الشخصيات أيضا التي تعتري وهو النوع الرابع الشخصية اللحوحة، الشخص اللحوح هو كثير السؤال، كثير الطلبات، كثير الإزعاج، وكثيرا ما يكون في غاية البساطة، ويعني ومع هذا يطلب طلبات قد لا يعني تناسب
إمكاناته، كأن يقول مثلا هذا الكلام أراه في أي كتاب، وهو لن يقرأ ولن يعني يبحث، لا بد أن تزورني وأن تتغدى عندي وأن تبيت عندي ونحو ذلك، وربما يعني يحاول أن يلبس غير لبوسه، كما قال لي بعضهم يعني ذات مرة، قال لي وقد انفعل، قال أحب الصالحون ولست منهم، قلت له جزاك الله خير. أحب الصالحون ولست منهم، قلت له جزاك الله خير. فهذا يعني يتكلم على أي نحو كان وبإلحاح، ولا يستطيع أحد أن يوقف أسئلته، فمثل هذا لا يلزم أن تجيبه على كل سؤال، وقد تجمع يعني 5 أسئلة من أسئلته فتجيبه بجواب واحد على سبيل الاختصار، ويحصل صرفه بنحو يعني لو كان عندي وقت لجلست معك ولعلي ألتقي معك في فرصة أخرى، ويفر إلى غيره من الناس لعله أن ينقذه. من الشخصيات أيضا الشخصية المتعالمة، ونكتفي بهذه 5. الشخصية المتعالمة كثيرة في يعني محيط، يعني عند نزول الخطيب من المنبر ومجالسته للناس سيجد مثل هذا النوع الذي دائما يتبجح بتاريخه، ويتبجح بمعرفته بخبراته بتجاربه بمناصبه بعبقريته وحسن فهمه، دائما يقول كنا مع الشيخ الشعراوي، وكنا بنتغدى عند الشيخ الغزالي، ودخل علينا الشيخ القرضاوي، وجلنا ابن القيم وتعشى معانا، وابن تيمية كان حاضر، والغزالي. هو أهم شيء أن يبين أنه رجل يعني مشهور ومعروف، وأنه عنده ما ليس عند غيره، وأنه يعني يتبجح بمعلوماته، وهذا لا يقلل من شأنه، لأن هذا يعني يؤذيه جدا، لكن أيضا لا يبدي له انبهارا، لا يقول ما شاء الله أنت فعلا التقيت مع الشيخ الغزالي، ومتى كان هذا وكيف كان ولماذا، لأن هذا يزيده اشتعالا، وإنما يعني يصرفه أو ينصرف عنه بحكمة إلى سماع غيره، وقد يبتسم إليه، وقد يتركه إلى أن يمله الجمهور ويتولون يعني علاجه. أما بعد، فهذه بعض أهم الشخصيات التي يعني يلتقي بها الخطيب، سواء قبل صعوده المنبر أحيانا، أو قد يفاجأ ببعض تصرفاتها على المنبر، كما لو فاجأه رجل وقال هذا الكلام يعني غلط أو نحو ذلك، أو يعني بعد انتهائه غالبا من الخطبة، وهذا كثير. والنصيحة العامة في مثل هذا أن يحسن الخطيب يعني استعمال الحكمة وحسن التأتي في معالجة هؤلاء على النحو الذي يعني يخفف من غلوائهم ويعالج يعني نفوسهم، والحكمة ضالة المؤمن كما هو معروف. أذكر أمس في الجمعة كنت مستمعا، والخطبة لعلكم استمعتم إليها، والخطيب وفقه الله أسقط بعض الإسقاطات على يعني أصحاب الموالد ونحو ذلك، ونحن خارجون في زحمة الناس وجدت رجلا يعني يصيح يقول أنا أريد أن أذهب إلى سيدنا السيد، وأنا أريد أن أذهب إلى البدوي، وشخصية مستفزة في زحمة الناس. فقال له رجل اذهب، فاتفق أني بجانبه، فقلت له اذهب شمال في شمال ستجد البدوي، فكأنه فهمها، قال اللهم اجعلنا من أهل اليمين. إيه شمال في شمال؟ قلت له والله هذا الطريق شمال
في شمال، إلزم الشمال ستجد نفسك عند البدو. فالرجل استحيا وسكت وخرجنا ولم يعني يثني الكلام، واتفق أن فعلا هو الطريق شمال في شمال. فهي غزته وألمته، لكن شعر أنه لا يستطيع. أحيانا يكون الكلمة اللازعة في حكمة، يعني إذا ضربت لا تأتي بالدم كما يقولون، يعني أحيانا يكون لأن الظاهر أن فعلا هذا الطريق هو يعلم، هو طبعا الرجل يعلم مكانه، وهذا لا يستطيع، هو فعلا الطريق شمال في شمال، لكن طبعا أوجعته الكلمة، وبالتالي يعني يكف شره أحيانا بكلمات أو بنحو ذلك، وأحيانا يكون الخير من إجاباته السكوت، وهذا كله يختلف على حسب ما يوفقك الله عز وجل. على كل حال هذا بعض ما يتعلق بالجمهور، وكنا وعدناكم أن ننتهي في هذا اليوم العاشر، ونحن الآن أمام قولين لإخواننا. طبعا نحن اختصرنا بعض الأشياء، خصوصا بعض المباحث أو المسائل المهمة التي تتعلق بفقه الخطيب، ويعني بعض هذه الأمور، فإما أن نكتفي بهذا ولعلكم تنظرون بعد سماع الخطب، وإما أن بعض إخواننا اقترح أن نزيد يعني يوما لبعض المسائل العملية التي يعني إذا يعني وجد بعض إخواننا أن هناك أشياء بقيت وأنها بحاجة ولو إلى التطبيق العملي، فهذا يعني على حسب ما يعني ننظر، لكن يمكن أن نكتفي بهذا لأجل الوقت وبداية الدراسة. وعندنا اليوم بعض الإخوان الذين نرجو أن يعني نتم معهم الجانب العملي، نبدأ بهم أولا قبل أن تنظروا إن كنا بحاجة إلى يعني أن نواصل أو نكتفي، والظاهر من الاكتفاء يعني أولى، ولعل إن شاء الله يكون في بعض المقامات الأخرى تكملة لما يعني ضاق الوقت لأجله. من كان معنا اليوم؟ الورق. هنا محمود دياب. محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. فخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. عباد الله، إن أعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نزول القرآن الكريم،
على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن الكريم على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ذلكم القرآن الكريم، ذلكم الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الكريم جعله الله شفاء للقلوب من أمراض الشبهات والشهوات، وجعله شفاء للأبدان من الأمراض والأسقام. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن الكريم جعله الله روحا به تحيا القلوب وتستنير بنور الله عز وجل. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن الكريم جعله الله فرقانا بين الحق والباطل. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. جعل الله القرآن كذلك نورا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فنور القرآن نور معنوي يبصر به الإنسان طريق الهدى من طريق الضلال. القرآن الكريم كتاب فيه خير كثير، وهو كتاب مبارك، فكل سعادة وبركة في الدنيا والآخرة سببها اتباع القرآن الكريم والعمل بالقرآن الكريم، كما أن كل هم وضيق وغم في الدنيا والآخرة سببه الإعراض عن القرآن الكريم وهجر القرآن الكريم. عن أبي العالية أن رجلاً قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أوصني. قال: اتخذ كتاب الله إماماً وارض به قاضياً وحكماً، فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم شفيع مطاع وشاهد لا يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم وخبركم وخبر ما بعدكم. ولا يخفى علينا عباد الله ما لتلاوة القرآن الكريم ومدارسة القرآن الكريم من فضل عظيم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما قال نبيكم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عباد الله، ومع كل ما لهذا الكتاب العظيم من فضل ومكانة في ديننا، إلا أننا نجد أنفسنا ونجد أمتنا في هذا الزمان بعيدة كل البعد عن هدي القرآن والعمل بالقرآن. بمعنى أنك إذا نظرت في حال أمتنا وحال المسلمين اليوم وجدت فجوة بين المسلمين وبين كتاب ربهم، قراءة وحفظا وتدبرا وعملا بالقرآن. وقال الرسول: يا ربي، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن عباد الله لا يقتصر على هجر القراءة فحسب، وإن كنا مقصرين في قراءة القرآن، فمنا من لا يقرأ القرآن أصلا، ومنا من يقرأ لا يقرأ القرآن إلا في الصلاة، ومنا من يقرأ القرآن ولا يعمل به. بل خرج علينا في هذا الزمان من يكذب بأحكام القرآن ويكذب بآيات القرآن، ويقول بأن أحكام القرآن الكريم لا تتفق مع هذا العصر ولا تتلائم معه، وهذا كفر بين والعياذ بالله. قسم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، بيّن لنا أنواع هجر القرآن، فقال: أحدها هجر سماعه والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به، والثالث هجر تدبره وتفهمه، والرابع هجر تحكيمه والتحاكم إليه، والخامس هجر الاستشفاء به والتداوي به من أمراض القلوب. قال رحمه الله تعالى: وكل ذلك داخل في قول الله عز وجل: وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. عباد الله، إن تعاملنا مع القرآن الكريم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب هو الذي جعلنا وجعل أمتنا في مؤخرة الأمم
بعد أن كانت هي الأمة الرائدة. عباد الله، إن تعاملنا مع القرآن بهذه الطريقة وهجرنا لهذا القرآن الكريم هو الذي جعل أمتنا تخلفت عن سائر الأمم في شتى مجالات الحياة، لأننا لم نعش القرآن في واقعنا العملي. بل إن هذا السبب ليس السبب في تخلف أمتنا فقط، بل ربما يكون هو السبب في تطاول من تطاول على كتاب الله عز وجل من حرق للمصحف وغيره. وفي هذا إهانة لأمة الإسلام بأكملها، وما فعلوا ذلك إلا لأنهم علموا يقيناً أن المسلمين حكاماً وشعوباً بعيدون عن تعاليم القرآن وبعيدون عن التمسك بكتاب ربهم، وإلا لخافوا من عاقبة فعلهم هذا. وإنما علموا أن غاية ما في الأمر أن يقوم المسلمون فيتكلمون كثيراً ثم يعودون فينامون ولا يستيقظون إلا بعد أن يحدث تطاولاً آخر على كتاب الله عز وجل، وما أكثر ما يحدث. لذا فينبغي علينا أن نتعامل مع مثل هذه الأحداث تعاملاً واقعياً. ينبغي أن يقف المسلم مع هذه الأحداث موقف محاسبة، يسأل نفسه: أين القرآن من حياتي؟ كم أعطي من وقتي يومياً للقرآن الكريم؟ وحينها يزداد إقباله على القرآن الكريم، ويزداد تمسكه بالقرآن الكريم، ويعلم أن أول واجب عليه نحو القرآن الكريم أن يتعلم القرآن ويعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا يكفي التهجي ما دام في وسع الإنسان أن يتعلم القرآن الكريم قراءة صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قبل أن يقول: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ينبغي على المسلم الصادق أن يعتني بتعلم القرآن الكريم وتعليمه في خاصة نفسه ومع أبنائه وأولاده، حتى يخرج جيل قرآني كذلك كجيل الصحابة رضوان الله عليهم الذين عرفوا قيمة القرآن. يأتي بعد ذلك الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، فلا يكفي تعلم القرآن الكريم وتعليمه، بل ينبغي الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فقال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله، أي يكثرون من قراءة القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولله در الإمام الشاطبي حيث قال: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، إلى أن قال: فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فلا يكفي أن يتعلم الإنسان القرآن ثم يقف عند ذلك، بل يجب عليه أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم. وينبغي على العبد أن يعلم أننا إذا تأملنا في أحوال الصالحين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، لوجدنا أن القاسم المشترك في حياة هؤلاء هو قيامهم بالقرآن والإكثار من تلاوة القرآن، وخصوصاً القيام به في صلاة الليل، وأن العمل المتفق عليه بينهم والذي لا تهاون فيه مهما كانت الظروف هو الحزب اليومي من القرآن الكريم. ذلك لأنهم علموا أن هذا هو غذاء القلب، وأن هذا هو الوسيلة الوحيدة لبقاء الإيمان في قلب المؤمن غضاً طرياً. عباد الله، الواجب الثالث نحو القرآن الكريم بعد تعلم القرآن والإكثار من تلاوته تدبر القرآن وتفهمه. فقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين سبحانه وتعالى أن الهدف من إنزال القرآن
هو تدبر آياته ومعانيه وأسراره والنظر في قصصه وأخباره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. يأتي الواجب الأخير وهو المقصود الأعظم من القرآن الكريم، العمل بالقرآن الكريم، لأن الإنسان إذا تعلم القرآن وأكثر من تلاوته وتدبر القرآن الكريم ولم يعمل بما في القرآن الكريم، كان القرآن حجة عليه يوم القيامة، كما نرى في زماننا هذا عندما نجد بعض القراء المتقنين لكتاب الله عز وجل والذين يجلسون للإقراء منهم تجد بعضهم قد لا يصلي، ولا يصلي إلا إذا اضطرته الظروف، وربما يؤخر الصلاة عن أوقاتها، وربما يتلفظ بالألفاظ البذيئة التي لا تليق بحامل القرآن الكريم. عباد الله، الله سبحانه وتعالى عندما قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة لم يكتفي بالإخبار عن كثرة التلاوة فحسب، وإنما أخبر عن العمل بالقرآن، فقال: وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. عباد الله، ينبغي أن نقف مع القرآن الكريم في حياتنا وقفة نحاسب فيها أنفسنا، وننظر في القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل، ونعلم أننا مفتقرون إلى القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه. كما ينبغي علينا أن نعلم أنه لا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالإقبال على القرآن الكريم، كما أنه لا عزة ولا رفعة ولا نصر إلا بالقرآن الكريم. هذا والله أسأل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا العمل بالقرآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سمعنا إلى خطبة الشيخ محمد وفقه الله. الموضوع عن نعمة نزول القرآن وفضائله، والمقدمة كانت فاترة بعض الشيء، وهذا على العكس من بعض إخواننا اللي قلنا المقدمة كانت كالرعد بعض الشيء. التوسط مطلوب، يعني ليته يأخذ من بعض أصحابه وخاصته الحسم الذي وعلو النغمة، فيتوسطان يقتسمان، فنقول لهذا ارفع قليلا و لبعض أصحابه يخفض قليلا. فإحنا تصورنا أن المقدمة فاترة، لعلها يعني تسخن بعد مدة، فيبدو أنها لم، ولعلها إن شاء الله فيما يأتي، لعل هذا سبب بعض الرهبة، وهذا ظاهر في تغميض العينين في وقت يعني في البدايات بالذات. على كل حال، الموضوع من حيث وضوحه واضح وعناصره واضح، فضائل القرآن وفضل قراءته وإعراض الناس عنه وأنواع الهجر، سواء هجر السماع أو العمل أو التدبر أو التحاكم أو الاستشفاء، ثم العلاج، صور الاعتناء بالقرآن تعلما وتعليما وتدبرا وقراءة وعملا. الموضوع وإن كان يعني ليس جديدا، لكنه لم يخلو من بعض الإسقاطات على مسألة حرق المصحف، وعلى يعني سبب تهاون الكافرين بالمسلمين وأمن الكافرين من المسلمين حكاما ومحكومين. بعض هذه الإسقاطات يعني جيدة، وإن كانت تحتاج إلى، دائما الإسقاط يحتاج إلى حماسة، حين تسقط إسقاطا على واقع الناس تحتاج أن تكون حماستك عالية حتى يصحو الراقد وينتبه الغافل، وبعض الناس لا يصحو إلا على مثل هذه الإسقاطات. فلا بد أن يكون يعني أداؤها مختلفا، وطريقة يعني نبرة الصوت فيها لا بد أن تكون كذلك مختلفة. الأداء كما قلنا هادئ نسبيا، يحتاج إلى بعض الحماسة، شابه بعض التلعثم وبعض يعني الرهبة، لعلها تعالج يعني كثير الضربة. أحيانا الإنسان يعني يقف أثناء القراءة فيحتاج إلى أن يكرر بعض الجمل، وهذا غير محمود، لأنه يبدو كصورة الذي يسمع،
خاصة كما قال عباد الله إن تعاملنا مع القرآن الكريم فيه كذا وكذا، ثم عاد فقال عباد الله إن تعاملنا، وكأنه يبحث عن التتيم. وخير من هذا كما قلنا أن يمضي في المعنى وينشغل بالمعنى ولا ينشغل باللفظ، إذا فات اللفظ فالأمر واسع، أده بالمعنى الذي تعرفه. اللغة جيدة في الجملة، وإن كان هناك يعني منذ هذه لعلها جاءت يعني سبق لسان بعض الأشعار التي ذكرت، وإن كان يعني أولها الذي كان في المقدمة لم يكن موزونا. ودائما اضبط يعني المقدمة، إن كنت لابد مخطئا فإياك أن تخطئ في المقدمة، فحين يعني وصل تقوى الله عز وجل هذه مقدمة جيدة كما قلنا. من لم يجد مقدمة فعليه بالوصية يعني هذا المعنى، فإنه رائق وشائق ومتجدد دائما لأنه يتعلق بحاجة القلوب. لكن لما أقول من لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، لا شك أن هذا المدخل غير مناسب لأنه البيت مكسور. إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى، هو نسي إذا المرء لم يلبس وقال ومن لم يلبس لباسا من التقى. وهذا يعني أحيانا هو يعلم أكيد هو حفظها ومحضرها، إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى، كان أيهما أولى أن يقوله بالمعنى أو أن يغفل البيت كله؟ طبعا الجواب أن يغفل البيت كله، والمقدمة كانت تستوي دون هذا البيت المكسور، وخاصة هو يعلم أنه مكسور لأنه فاته يعني صدر البيت، فقال والله هو معناه أنه من لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا وإن كان كسر. خصوصا يتأكد هذا في الأبيات المشهورة، بعض الأبيات أنت تعلم أنها مشهورة أنت نفسك تستدل بها كثيرا وغيرك يستدل كهذه الأبيات، أبيات أبي العتاهية. فمثل هذا يعني يحتاج إلى أن يضبط أو يعني يغفل ويتجاوز. على كل حال في الجملة صلى الله تعالى أن يتقبل من جميع إخواننا. أحيانا يأتي بعض الإسقاطات غير الموفقة، مثلا كالذي قال من أن بعض المقرئين لا يصلي ويتلفظ بالبزاءات، هذا إسقاط لكنه في غير محله. دائما احرص أن يكون الإسقاط مفيدا نافعا مؤثرا تأثيرا إيجابيا لا تأثيرا سلبيا، لأنك لا تضمن أنماط الناس الجالسين. وقد تكلمنا قبل قليل عن أنماط ما تدري أن بعض الحاضرين يقول لك والله صدقت في هذا، فعلا الناس أصحاب القرآن هكذا، بعضهم لا يصلي ويروك له هذا الكلام لما بينه وبين أصحاب القرآن من عداوة. فبعض الإسقاطات الأولى عدم ذكرها إن كان فيها إساءة لبعض الرموز التي لا ينبغي الإساءة إليه. نعم بعض المقرئين هكذا، لكننا لا ننشر هذا ولا نذكره، وإن كنا لابد فاعلين على سبيل النصيحة فبيننا وبينهم وفي نطاق عموم المقرئين، أما أن ننشر هذا على العامة ونقول لهم أن بعض أصحاب القرآن الذين يعلمون الناس القراءات والأسانيد لا يصلون ويتلفظون بألفاظ يعني لا تليق، هذا مما لا يليق. وإنما ينبغي احترام الرموز، فاحترام مؤسسات كالأزهر، واحترام يعني أشخاص كالعلماء، واحترام يعني معان لها يعني نوع من الخشية أن يهيج الناس ونحو ذلك الحكام ونحو ذلك، تهييج الناس على الخروج على الحاكم أو نقد الحاكم بطريقة غير يعني بناءة، أو الكلام يعني نقد العلماء، أو هذا كله مما يؤثر على العامة تأثيرا سلبيا وقد يترتب عليه من المفاسد ما هو معلوم. للتجويد الآيات في القراءة، هل الأصل الإنسان إذا قرأ؟ طيب أنا أرجو نحن نفتح في آخر الباب لأنه سيكون هذا الظهر آخر لأجل الوقت آخر المجلس، ممكن نجعل هذا بعد الكام خطبة التي نسمعها، ولا بأس أن نفتح يعني بعض النقاش لبعض ما فات مما كان يمكن استدراكه، لكن الآن النقاش فقط على الخطبة، وخارج الخطبة نجعله في آخر. وأنا أذكر سؤالك. نعم. هو كان يختلفها بتبديل بعض الكلمات مش من القرآن ولا الدين مش هو. مثل هذا يسير. يعني ليس هذا تجويد التجويد. أما إذا قال ونعوذ بالله أو قال من يعمل، وهذا تجويد. لكن من يعمل هذا ليس كما يقال ومن يعمل. فهذه تمر يعني. نعم. من معنا؟ يا شيخ سعيد.
قاعد قدامه. إذا جلست وراء العمود هجيبك برضو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، سؤال يطرح نفسه على كل داعية مخلص، سؤال يفرض نفسه على كل ناصح أمين، ألا وهو: لماذا تغير أسلافنا بالقرآن ولم نتغير نحن؟ لماذا تغير أسلافنا بالقرآن ولم نتغير نحن؟ كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الشرك يسمع الآية من كتاب الله عز وجل فتتغير بها حياته كلها عقيدة وسلوكا ومنهجا. وكان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والفاحشة هي أحب شيء إليه، فما هو إلا أن يسمع كلمات يسيرة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع، والفاحشة هي أبغض شيء إليه. أليس القرآن هو القرآن؟ أليست كلمات النبي صلى الله عليه وسلم هي كلمات؟ إذن فما الذي تغير؟ أحبتي في الله، الفرق بيننا وبينهم ألا وهو في الصدق. لذلك سوف يكون حديثي معكم بحول الله وقوته حول موضوع الصدق. للصدق أحبتي في الله كثير من المنازل وكثير من الدرجات، نجمل بعضها في بعض المراتب. فللصدق ثلاثة من المراتب: المرتبة الأولى ألا وهي مرتبة صدق المقال، والمرتبة الثانية هي صدق الحال، وأما المرتبة الثالثة فهي صدق المقام. أما المرتبة الأولى أحبتي في الله ألا وهي صدق المقال، وهي الصدق في الحديث، وهي الصدق في القول، ولا أدل على أهميتها من هذا الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نرى في هذا الحديث أحبتي في الله من أهمية صدق المقال أولا أنه طريق الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. والله عز وجل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمنفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نرى أيضا في هذا الحديث أهمية صدق المقال أن الصدق هو طريق الجنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. إذن الصدق يهدي إلى الجنة. نرى أيضا من فوائد الصدق في هذا الحديث أيضا أن الصدق يرتفع بالعبد إلى منزلة الصديقية التي هي أعلى الشهادة ودون النبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والله عز وجل يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
ومن أهمية صدق المقال أيضا أنه هو الطريق الذي يوصل إلى بقية المراتب، فمن صدق مقاله صدق حاله، ومن صدق حاله صدق مقامه. ولا أدل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد عن أنس وحسنه بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فمن صدق في مقاله صدق قلبه، ومن صدق قلبه صدق إيمانه. وأما المرتبة الثانية من مراتب الصدق أيها الإخوة الأحباب هي صدق الحال، وهي الصدق في الأعمال، وهي استواء حالة العبد في السر والعلن، في الظاهر والباطن، وهي في حقيقتها بمنزلة الإخلاص. فالعبد الصادق هو الذي يستوي حاله في الظاهر والباطن، وهو الذي يستوي ذاته ومادحه، فتراه يتوجه إلى الله عز وجل في كل حاله وفي كل أعماله. قد شغلته مراقبة الله عز وجل عن ملاحظة المخلوقين، كما قال مطرف رحمه الله: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله: هذا عبدي حقا. ورحم الله الشافعي رحمه الله حين قال: ما نظرت أحدا إلا وأنا أحب أن يظهر الله عز وجل الحق على لساني. المهم أن يظهر الحق ليس على لسان من. وقال رحمه الله قال الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا إلا وأنا أحب أن يظهر الله الحق على لساني. وقال رحمه الله: وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم ولم ينسب منه شيء. فهذا الصادق إخوتي في الله لا يهمه أن ينسب إليه العلم، المهم أن يتعلم الناس العلم، المهم أن يظهر الله الحق. وأما المرتبة الثالثة أحبتي في الله فهي صدق المقام، وهي الصدق في مقامات الدين، الصدق في الخوف، والصدق في المحبة، والصدق في التوبة. فتعالوا معي أحبتي في الله إلى مثال من مراتب الصدق، ألا وهي الصدق في التوبة. تلكم المرأة الغامضية التي زنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عجب أنها زنت، فلكل حصان كبوة ولكل عابد ذلة. إنما العجب أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، فحياؤها من الله عز وجل أشد. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعلم أن عقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت، لا تخاف ذلك، فهي توقن أن عذاب الآخرة أشد. ولا عجب من ذلك كله، إنما العجب حين أردها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ويقول لها: ارجعي حتى تضعين، ثم يقول لها بعد ذلك: ارجعي حتى تفطمين. تمر بها أيام وليالي، تمر بها أسابيع وشهور، بل إن شئت أقل من 3 سنوات، 9 أشهر من الحمل، وعامين أو أقل قليلا من الرضاعة، ومع ذلك لم تنطفئ نار الخوف من قلبها، ولم تبرد حرارة الندم من صدرها. أي حياء هذا؟ وأي خوف هذا؟ بل أي توبة هذا؟ بل أي صدق هذا؟ بهذا الصدق إخوتي في الله تأثروا فتغيروا غيروا الدنيا من حولهم. لذلك أوصي نفسي وإياكم أحبتي في الله بالصدق في الأقوال، والصدق في الأحوال، والصدق في المقامات، فإنه لن ينجو أحد يوم القيامة إلا من جاء بالصدق. قال جل وعلا: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، ولن ينتفع أحد يوم القيامة إلا الصادقون. قال جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه.
وذلك هو الفوز العظيم. أحبتي في الله، طريق الصدق بعد الالتجاء إلى الله عز وجل هو لزوم عتبة الصادقين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصدق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير. الموضوع في الصدق وطرحه ليس تقليديا لا حد ما، وهذا جيد. المقدمة فيها إثارة لماذا تغير السلف ولم نتغير، وهذا المدخل من خلال السؤال من المقدمات المهمة، خصوصا إذا كان اختيار السؤال اختيارا موفقا، ولا شك أن هذا اختيار موفق. لماذا تغير السلف ولم نتغير، وما الفرق بيننا وبين السلف؟ هذا مدخل جيد. ثم يعني الحديث عن الصدق لا بطريقة سرد النصوص بالطريقة المباشرة، وإنما بتقسيم الصدق إلى منازل: صدق المقال، وصدق الحال، وصدق المقام. وهذا من معاني الطرح الجديد، لأن الناس عامتهم لا يعرفون الصدق بهذا النوع، فقسم لهم أن هناك صدقا في المقال وهذا الذي يعرفونه، وأما صدق الحال هو المرادف للإخلاص فهذا معنى جيد، وأما صدق المقام في مقامات الدين فهذا أيضا معنى جيد. لكنه في صدق المقال استطرد بعض الشيء لما ذكر الحديث المشهور: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق الحديث. استطرد فيه يعني بذكر الاستطراد ليس إشكالا، لكن المهم أن يكون الاستطراد بفوائد جديدة، أما أن يستطرد ببعض التفسيرات المباشرة للحديث فهذا الذي يعني كان استطرادا في غير محل. دائما يعني لا يستطرد إلا فيما يفيد وفيما لا يعرفه الناس، أما أن أستطرد في شيء هو معروف عند عامة الناس، وصدق المقال هو أعلى يعني المنازل التي يعرفها الناس لا يكاد يعرفون غيره، كان الأولى أن يكون الاستطراد في صدق الحال وفي صدق المقام. أما صدق الحال فقد ذكر جملا جيدة فيما يتعلق بالإخلاص، وفي صدق المقام ذكر جملة ثم أسقط تمثيلا مناسبا بقصة المرأة الزانية، وأن كان دائما الخطيب يحرص على تنويع الشواهد والاستدلالات، بمعنى دائما الأحاديث التي توارد عليها الناس وصارت مشهورة لا يلجأ إليها إلا إذا لم يجد غيره، وإذا اضطر، وإلا في الأصل أن يبحث عن يعني معنى جديد. كل الناس أن يعرفون قصة المرأة الزانية، ليس معنى هذا عدم ذكرها، إما أن أذكرها بمأخذ جديد وملحظ جديد وإسقاط جديد لم ينتبه إليه كثير من الناس وهم يحفظون الحديث، وإما أن أبحث في نفس الباب عن شاهد آخر. يعني مهم جدا هذه المسألة في مسألة الشواهد، إما أن آتي بشاهد غريب على الناس حتى يستفيدوا فائدة إضافية، أو آتي بشاهد معروف عندهم لكن أوظفه توظيفا جديدا، وهذا التوظيف الجديد يعني لا يشكل معه أن يكون الحديث مشهورا ومعروفا. ختم بخاتمة فيما يتعلق بلزوم يعني سبيل الصادقين أو لزوم عتبة الصادقين، هذه تصلح أن تكون خاتمة مع يعني وضوح المقدمة. الأداء يعني يحتاج إلى بعض الانفعال، هو على وتيرة واحدة، ولعل يعني أيضا رهبة الموقف ونحو ذلك، لكن ينبغي أن يكون هناك بعض الحرارة، بعض الانفعال، بعض تنويع الأسلوب، خصوصا وأنت ذكرت بعض الأسئلة وبعض الكذا، فالصوت إذا ارتفع ونزل وطبقات الصوت أظهرت أو ترجمت نوعية الأساليب المختلفة، لا شك أن هذا يكون أكثر تأثيرا. لم يخلو من بعض التكرار لبعض الجمل، اللغة في الجملة يعني مقبولة وإن وقع فيها بعض الإشكالات، خصوصا في الأحاديث لما أقول مثلا في الآية ليس البر، أقول والمساكين وابن السبيل وهي منصوبة، والمساكين وابن السبيل. أيضا الآية المائدة وذلك هو الفوز العظيم، هي ذلك من غير واو، وهذا الناس يحاسبوننا عليه. بعض معاني اللغة أن يظهروا لم تنطفئوا، هذا النصب والجزم
هذا يحتاج إلى ضابط. بعض الأعلام مهم جدا، قال مطرف رحمه الله، وهذا لا يليق، لابد أن نراجع يعني الأعلام، قال مطرف وليس مطرفا. وهذا كما قلنا يحتاج الخطيب أن يكون بجانبه بعض الكتب في كل خطبة، وأي موضوع يحتاج أن يكون بجانبه على الأقل كتاب في ضبط أسماء الرجال، على الأقل المغني في ضبط أسماء الرجال، يحتاج إلى على الأقل الصحيح الجامع وضعيف الجامع لتخريج الأحاديث، يحتاج على الأقل لمختار الصحاح يعني ضبط بعض الكلمات اللغة ونحو ذلك، يحتاج على الأقل النهاية في غريب الحديث. هذه كتب لا تتحرك من يعني على مكتبه أو مكانه، لأن هذه أدوات سريعة كعدة النجار. هل ترى نجارا ليس معه القدوم وبعض المسامير وبعض هذه عدته؟ أبدا لا يتصور. كذلك طالب العلم يحتاج إلى بعض هذه الكتب يعني ليعالج الإشكالات. قال مطرف، لا شك أنه في قلبي نوع تردد، هو مطرف ولا مطرف ولا مطرف ولا مطرف ولا الموضوع كيف يكون؟ طلع الكتاب بهذا الحجم وآتي على حرف الميم فالطاء، سيقول لي مطرف ابن عبد الله الشيخي بضم الميم وفتح الطاء وتشديد الراء، خلاص الآن عرفت. نعم. بحثنا عنه في المعرض ولما نجده، لعلك تجده إن شاء الله. على كل حال هو موجود يعني، المعرض كان فيه كتب أخرى وكان هذا أخسره هذا، لكن كان موجود في المعرض كتب كثيرة في نفس الباب، لكن هذا ميزته كما قلت أنه مختصر جدا، ممكن تصوره والكتاب بيسير يعني، بعض إخواننا صوروه. نعم. طيب ما لك أبو الدن؟ السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إنها مدرسة مباركة، مدرسة مباركة لتزكية النفوس وتقوية الإيمان وإقبال القلوب على الله عز وجل. إنها طاعة من أفضل الطاعات، وقربة من أجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل. إنها مدرسة تربوية إيمانية يتخرج منها المسلمون متقون
يتخرج منها المسلمون المؤمنون المتقون، إنها عبادة من أفضل العبادات التي افترضها الله عز وجل على عباده، وجعلها إحدى الدعائم الخمس التي يرتكز عليها الدين الإسلامي الحنيف، وذلك كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فيما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. ولكي نعرف متى وكيف بدأت هذه العبادة العظيمة، يتضح ذلك فيما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وصححه البيهقي في السنن، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له: وأذن في الناس بالحج. قال: يا رب، وما يبلغ صوتي؟ قيل له: أذن ومني البلاغ. فنادى إبراهيم: يا أيها الناس، كتب الله عليكم الحج إلى البيت العتيق. فسمعه ما بين السماء والأرض: ألا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون؟ وهكذا استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدعوة المباركة، وراح ملبياً طائعاً لله تعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد فرض الله عز وجل على أمة الإسلام في السنة التاسعة من الهجرة فرض الحج، وهو فرض على كل مسلم بالغ مكلف قادر بماله وبدنه، وهو لا يلزم إلا في العمر إلا مرة واحدة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن الحج: أفي كل عام؟ بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع. والحج واجب على كل مستطيع، هذا فرض الله عز وجل كما بيَّن في كتابه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الله عز وجل دعا الناس إلى حج بيته العتيق من أقصى الأرض مغربها ومشرقها رجالا أو ركبانا ليحضروا منافع الحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، أي ليحضروا منافع الحج. وجاءت منافع نكرة في هذه الآية مما يدل على كثرة هذه المنافع، فمنافع الحج لا يمكن عدها ولا يمكن استقصاؤها ولا حصرها، فقد بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما في الحج من أجور عظيمة
وثواب جزيل وغفران للذنوب. وأول ما نبدأ به من هذه المنافع بيان منزلة الحج في الإسلام. فقد روى مسلم في صحيحه أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما حضرته الوفاة راح يبكي بكاء طويلا ثم قال: عندما قذف الله الإسلام في قلبي جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام. قلت للنبي: أبسط يمينك لأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: وبماذا تشترط؟ قلت: أن يغفر لي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وبذلك إخوتي في الله يتبين لنا منزلة الحج في هذا الحديث، حيث قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام وبين الحج. وكما أن الإسلام يهدم ما كان قبله من الشرك وعبادة الأوثان وما كان من ضلالات الكفر والشرك، كذلك الحج يهدم ما كان قبله من كبائر المعاصي وأصغرها، يهدم ما كان قبله من كبائر المعاصي وأصغرها. كما أيضا يروي لنا البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والمبرور مأخوذ من البر أي الطاعة، وقيل القبول، وعلامة القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي. كذلك بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحج يغفر الذنوب ويمحو الخطايا، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من حج لله ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: رجع كيوم ولدته أمه، أي من حج لله خالصا لوجه الكريم لا يشرك به أحدا فقد غفرت ذنوبه ومحيت خطاياه. كذلك نرى منافع الحج عموما، وعندما نريد أن نتجول ونطوف ونسعى بين منافع مناسك الحج، فقد روى الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد في منى، فجاء رجل من الأنصار يسأله عن الحج وما له فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، فلا تضع ناقتك خفاً ولا ترفعه إلا كتب الله لك بها حسنة وحط عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف فهي كعتق رقبة من ولد بني إسماعيل عليه السلام. وأما وقوفك بعرفات عشية يوم عرفات فإن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شحثاً من كل فج عميق، فلو كانت ذنوبكم كقطر المطر أو كعدد الرمل أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفوراً لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها حسنة، ومحو كبيرة من المعاصي والموبقات. وأما نحرك فهو مدخور لك عند ربك. وفي رواية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأما حلقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة، ويمحو الله بها خطيئة. وأما طوافك بعد ذلك، أي طواف الإفاضة، فإنك تطوف ولا ذنب لك كذلك بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مناسك الحج من منافع يتمتع بها الحاج. وقبل أن نفرغ من هذا المقام العظيم من مناسك الحج، فلا بد أن نذكر أخص هذه المناسك وأعظمها، وهو ركن الحج العظيم، هو يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ثم ليدنو ويباهي بكم فيقول: ما أراد هؤلاء. إخوتي في الله، إنها طاعة عظيمة، وكم في الحج من دروس عظيمة مستفادة وعبر مؤثرة في إقبال القلوب على الله برغبها ورهبها وخوفها وحبها وكثرة رجوعها وإنابتها إلى الله عز وجل. فكم في الحج من دمعة أريقت وكم في الحج من توبة نصوح قبلت، وكم عثرة أقيلت، وكم خطيئة محيت، وكم دعاء خاشع أجيب له، وكم من رقبة من النار أعتقت. إخوتي في الله، ونحن في هذه الأيام المباركة وقد بدأت نسائم الحج تهب علينا
تحرك نفوسنا شوقاً له وطمعاً في تحقيق هذا النسك العظيم، وحنيناً ومحبةً لرؤية بيت الله العتيق. نسأل الله تعالى بفضله وكرمه وجوده أن ينعم علينا وأن يرزقنا الحج وأن يتقبله منا. اللهم ارزقنا الحج هذا العام، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. لبيك اللهم لبيك. جميل أن تكون الخطبة تحرك المشاعر. على كل حال، المقدمة جيدة، فيها إثارة لولا غموض فيها. يعني الدخلة إنها مدرسة مباركة يرمينا في 30 اتجاه. أي مدرسة؟ مدرسة فجر الإسلام، وطاعة من أجل الطاعات، مدرسة تربوية يتخرج منها المؤمنون. ازدادت الإثارة، ثم لما لم يأتي الخبر مع قمة الإثارة فترت العزائم. خليك بقى أن تكمل. أي مدرسة نحن؟ ولهذا مهم جدا في المقدمة أن أعرف متى وصل الناس إلى غاية ما يكون من الانفعال، فإذا تأخرت بعد هذا اللحظة يبدأ الأمر ينزل. شعرتم بهذا ولا ما شعرتم؟ شعرتم بهذا. لو أنه جاء بعد ثالث أو رابع جملة وقال إنها مدرسة الحج، يا سلام، جميل. لكن هو المقدمة بداية قوية، لكن لما شابه الغموض فترت العزائم وأصبحنا لا نريد أن نعرف الحج ولا غير الحج، لأن التأثير زال. طبعا هذا عذر أنه مبتدئ، أظن يعني ليس خطيبا، هذه أظن أول خطبة، يعني مثل هذا يمر. على كل حال، ثم بدأ، وإن بدأ متأخرا، أن الموضوع عن الحج. وجميل في استعمال أي موضوع إثارة العواطف من خلال المعاني المتعلقة بالموضوع التي يحن الناس إليها في خلال هذا الموضوع. كل موضوع له، ليس الحج فقط، أي موضوع له معاني معينة تضرب على الأوتار التي تؤثر في الناس. إذا كنت أتكلم عن الحج، فأنا إذا قلت زمزم والمشاعر ولبيك اللهم لبيك أفيضوا يا عبادي مغفورا لكم، جميل، حتى لو في أي قصور هذه المعاني تحرك الشجون. إذا كان موضوع رمضان وجعلت أقول التوبة والإخلاص لله والإقبال والإنابة والاعتكاف، مفردات مؤثرة جدا. إذا تكلمت عن الجهاد وقلت يا خيل الله اركبي، تجد الناس في غاية كل واحد أن يقوم من على مكانه لكي، وهكذا كل موضوع له مفردات. إذا أحسن الخطيب استغلال المفردات المؤثرة عاطفيا فلا شك أنه كسب يعني جولة. على كل حال، تكلم في متى فرض الحج ومر في العمر وأدلة الوجوب ومنافع الحج، واستطرد فيها وذكر حديث ابن حبان في فضائل المناسك الطواف والوقوف وغيره. ليست العناصر بنفس يعني الترتيب والحضور، لكن يشفع لها أنها يعني موعظة وفيها يعني روح موجودة وفيها ملكة موجودة لمبتدئ. الملكة موجودة وإن كان الأداء يعني فيه بعض البطء كالذي يستحضر الذي حفظه، وهذه عادة يعني المبتدئ، الأداء فيه بعض التردد، مع إن في بعض الجمل جيدة وقوية ومؤثرة. اللغة فيها أيضا ولا بد بعض البعض، وهذا يعني من نتيجة مهابة الموقف حين أقول بيان منزلة بدل منزلتي لأبايعه بدل لأبايعه، أن الإسلام كيوم ولدته أمه بدل كيوم، كل هذا يعني رميتها بدل رميتها في كل يعني حصاة رميتها، كل هذا يعني مما يتسامح به إذا كان الأصل موجودا. فأنا أظن إن شاء الله أنه لو تكرر
يعني الأداء على مدار يعني عدة شهور، ولو خطبة واحدة في السنة يمكن أن نأتي بنتيجة يعني قوية، لأن أهم شيء موجود، وجود الملكة الحمد لله، وتحتاج الملكة إلى ضربة وإلى يعني كثرة يعني تدريب وأداء ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى يتقبل من أخينا ومن جميع إخواننا، والحمد لله رب العالمين. وأنت أيضا تجلس أمامي، فأنت تنادي علي واليوم ما شاء الله تلبس ملابس الخطيب، فلا عليك. والشيخ طارق يعني هو الذي كلفك بهذا، نعم تشفع له حتى يبدأ. قابلنا الشفاعة شخصا، شفع لك حتى تبدأ مش حتى تستريح. تفضل. الحمد لله الذي نصب لقلوب العارفين إلى معرفته ومحبته معراجا، وأزعجها بصوت الشوق إلى رؤيته إزعاجا، وآنس الغافلين بالدنيا إعراضا واستدراجا، وأمرض قلوبهم بالقساوة فباتت لا تقبل علاجا، سوى بقدرته سبع سماوات وبنى فيها أبراجا، وأقامها مقام العبد ترجع إليه وتولج إلاجا، وزينها بالكواكب بين مقيم ومدلج إدلاجا، وزينها بالكواكب بين مقيم ومدلج إدلاجا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وبسط الأرض فقسمها مهادا ومروجا وفجاجا، وأودعها أفانين المعادن ليقضي للسالكين فيها منها وطرا وحاجا، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، فإذا يبست أصول الزروع تعرضت للخشوع تشكو احتياجا، انبعث للبر لطف البر فانبعث سحابا عجاجا، فاغترف من بركة البركات ماء عذبا لا ملحا ولا أجاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، فيا ساكن المنزل تأهب للانتقال، فحادي الرحيل قد شد الأحمال وخفف الأثقال، وأثار لشدة السير غبارا وعجاجا، وهل أبقى سلب الغابرين عذرا للعابرين واحتجاجا، أما سلك الموت إلى الترب بمن أخذ منها منهاجا، ولا يجمعنهم من مزقهم ولا ينشرنهم من أدرجهم، في ظلام القبور يوم النشور إدراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم أكون فيه محتاجا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه بالرسالة وجعل له إليه معراجا، فصلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق ألبس الإسلام بفضله وبعدله تاجا، وعلى عمر الفاروق الذي جعله الحق لأهل الجنة سراجا، وعلى عثمان ذي النورين الذي كان بحر حياته عجاجا، وعلى علي بن أبي طالب الذي دهم المجرمين بسيف نقمته وفاجا، وعلى صنو أبيه العباس الذي أنزل الله بدعوته من السحب وابلا ثجاجا، صلاة دائمة ما رفع اصطكاك المطايا فوقف عجاجا، وجمع جمع من انفجاجا وشرف وكرم، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون،
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، المتأمل في واقع الحياة والناظر إلى دنيا الناس يلحظ أشياء، منها فشو غلاء الأسعار وانتشار الأمراض، خاصة أمراض القلب والأمراض النفسية، ويلحظ كذلك أنه لا زالت بقايا من عادات الجهل موروثة، ويلحظ قلة البركة والحرص على الاستزادة النهمة من الأموال. كذا نرى اعتناء الناس بأبدانهم وحرصهم على سلامتها، فنجد من يتكلم عن التكامل الغذائي وآخر يؤلف في الوقاية من الأمراض العضوية، وتعقد المؤتمرات وتلقى البرامج والندوات، فالعقل السليم في الجسد السليم، ولا يخفى قيمة الصحة البدنية، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يشعر به إلا المرضى، بل قد يكون المرض الجسماني عائقا عن كثير من الطاعات. ولكن الملاحظ هنا هو الطغيان المادي في وصف الداء والدواء، والغفلة عن موت القلب ومرضه بسبب الذنوب والإعراض عن الأغذية النافعة له، ويهدرون العلاقة الوثيقة بين الطب بين القلب والجسد. وورد في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد كان أحد العلماء يقول: عجبا لمن يبكي على موت جسده ولا يبكي على من مات قلبه، عجبا لمن يبكي على من مات جسده ولا يبكي على من مات قلبه. ويقول الآخر لإخوانه: وددت لأحدكم لو حافظ على دينه كما يحافظ على نعله. حيال كل هذا نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس رضي الله عنه حينما قال: إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نعم، لا حرج في مداواة القلوب والأبدان من الأمراض العضوية، فهذا من الأخذ بالأسباب، ولا ينافي التوكل. في الحديث: لكل داء دواء، وإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. وإذا كان اهتمامنا بالأبدان والقلوب عضويا، فاهتمامنا بذلك إيمانيا ينبغي أن يكون أشد وأوكد. وأنت بحاجة إلى نصيبك من الدنيا، وحاجتك لنصيبك من الآخرة أشد. ولو بدأت بنصيبك من الآخرة لانتظمت لك الدنيا انتظاما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وليس الأمان لمن كانت صحة بدنه وقلبه العضوية تامة موفورة، وإنما الأمان غدا، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لمن باع قليلا بكثير ونافذا بباق، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيخلفها من بعدكم الباقون، وكذلك حتى تردوا إلى خير الوارثين. ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة تشيعون غاديا ورائحا إلى الله تعالى، وقد خلع الأسلاب وفارق الأحباب، ووجه للحساب غنيا عما ترك فقيرا إلى ما قدم. وفي الحديث: في القلب لمتان، لمة من الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله. ولمة من العدو إعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تلا قوله تعالى:
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال الحسن: إنما هما همان يجولان في القلب، هم من الله تعالى وهم من العدو. فرحم الله عبدا وقف عند همه، فما كان من الله تعالى أمضاه، وما كان من عدوه جاهده. وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: القلوب أوعية فخيرها أوعاها، القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا لركن ركين. أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح في قلبه بأول عارض من شبهة، مشغوف بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به. جاء رجل إلى عبد الرحمن العمري فقال: عظني. قال: فأخذ حصاة من الأرض فقال: زنة هذه من الورع يدخل قلبك خير لك من صلاة أهل الأرض. قال: زدني. قال: كما تحب أن يكون الله عز وجل غدا فكن له اليوم. كان سعيد بن جبير يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. ولما جاءه جند الحجاج لقتله بكاه ابنه، فقال له سعيد: ما يبكيك ما بقاء أبيك بعد 50 سنة؟ أخبر ثابت البناني عن رجل أنه قال يوما لإخوانه: إني لا أعلم. رجل قال يوما لإخوانه في محضر ثابت رحمه الله تعالى: إني لا أعلم متى يذكرني ربي عز وجل. قالوا: ففزعوا من ذلك. فقالوا: تعلم حين يذكرك ربك؟ قال: نعم. قالوا: متى؟ قال: إذا ذكرته ذكرني. قال: وإني لأعلم حين يستجيب لي ربي. قال: فعجبوا من قوله. قالوا: تعلم حين يستجيب لك ربك؟ قال: نعم. قالوا: وكيف تعلم ذلك؟ قال: إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وفاضت عيني وفتح لي في الدعاء، فثم أعلم أن قد استجيب لي. كانت الغيوم تجيء وتذهب ولا تمطر، فقال مالك بن دينار: أنتم تستبطئون المطر، وإنما أستبطئ الحجارة، إن لم تمطر حجارة فنحن بخير. وقال: إن الله جعل الدنيا دار مفر والآخرة دار مقر، إن الله جعل الدنيا دار مفر والآخرة دار مقر، فخذوا لمقركم من مفركم، وأخرجوا أي الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، ففي الدنيا حييتم ولغيرها خلقتم، إنما مثل الدنيا كالسم أكله من لا يعرفه واجتنبه من عرفه، ومثل الدنيا مثل الحية مسها لين وفي جوفها السم القاتل، يحذرها ذو العقول ويهوي إليها الصبيان بأيديهم. وحكي عن ولد لعمر رضي الله عنه أنه قال: إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه أو عق أمه وأباه. فمن الأغذية النافعة لسلامة القلب ما يلي: أولا، ترك السموم من الذنوب والكفر والفسوق والعصيان، فهذا صمام الأمان. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدنيا إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ثانيا، تحري الخير وعدم الاستهانة بالمعصية وترك الفضول وما لا حاجة فيه، فالوقاية خير من العلاج. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال إبراهيم بن أدهم: من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة، وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان. حكي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أنصف أذنيك من فيك
وإنما جعل لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. ويروى عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وكذا فضول النظر، ففعلها في القلب كفعل السهم في الرمية. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على خطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ثالثا، الجليس والحب في الله. عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرته فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك في الله، والله إني لأحبك في الله. قال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. رابعا، تقوية الصلة بالقوي المتين وعدم رؤية فاعل على الحقيقة إلا الله تعالى. خامسا، الدعاء. سادسا، تذكر الموت والآخرة. سابعا، القرآن الكريم. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحرص على منفعة الناس والرضا بالقضاء والقدر. فيا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به، واعلموا أنه كم من سقيم عاش حين من الدهر، وكم من صحيح سليم مات بلا علة. وموت الفجأة كثير، والكل في النهاية راجع إلى الله، فموفيه جزاء عمله. لا يستوي المحسن والمسيء، ولا المؤمن والكافر، فريق في الجنة وفريق في السعير. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فاهتم بحر الصيف وبرد الشتاء، وصحة قلبك وبدنك كيفما شئت، ولا تنسى أن تقدم لنفسك عملا صالحا. وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. هذه كلمة عن القلب السليم، أرجو أن ينتفع بها، وأن تكون لنا ذخرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير، أكثر من مرة جزاك الله خير. أولا، لأنك نوعت، فكل إخواننا كان يرتجل، وأنت أعطيتنا صورة من الصور الأخرى في الخطابة، أن يخطب الخطيب من ورقة. فالآن نحن يعني جربنا الخطبة من ورقة، ولعله يظهر بذلك ما لم يكن سيظهر بمجرد الكلام، هو الآن ظهر بالفعل، أن الخطبة من الورقة تحتاج في الحقيقة، حتى عند من يعني هذا مسلك لبعض الخطباء الجيدين يخطبون من ورقة، لكن هذا يحتاج إلى جهد جهيد، ويحتاج إلى بذل شديد في الحقيقة، حتى تخرج الخطبة مقبولة. ليس في الإعداد، الإعداد أمره يسير، لكن في الإلقاء، إلقاء الخطبة من ورقة، إذا سلمنا لك بهذا فإنه يحتاج إلى جهد شديد وجهد جهيد، كأنك تحفظ الكلام
بحيث لا تكاد تحتاج إلى الورق ولا يشغلك الأوراق عن الروح التي ينبغي أن تبدو. طبعا أخونا محمد لأنه مبتدئ ولعل هذه أول خطبة بل هي أول خطبة فهو أراد ألا يعني يضغط نفسه فقال أنا من الورقة وساعده على هذا مهنته فهو طبيب تخدير وقد تعود أن ينيم الناس فهو لم يبتعد عن مهنته ولعلكم عرفتم أنه طبيب تخدير ودائما يكون رايح نيم حالة هذه فهو أيضا لم يعني يبتعد كثيرا عن المهنة ولا شك أن المهنة تؤثر في صاحبها على كل حال هذه دعابة هو يقبلها إن شاء الله. المقدمة السجعية لم يكن لها حاجة لأننا لم نشعر بصدق العاطفة إلا بعد أن ترك الكلام وقال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أول ما جاءت الحرارة. المقدمة السجعية التي ننقلها من بعض الكتب قد يترخص فيها في مقدمات الكتب لأن هذا يكتب أما في الخطبة فهذا ليس موضعها وحتى في مقدمات الكتب فإن المقدمات السجعية على هذا النحو الذي يلزم فاصلة واحدة متكررة على مدار صفحتين أو أكثر هذا قالوا هذا في عصور الأدب الذي خمدت فيها جماعة تعالى الحريري بعد أن خبت ناره وتوارى أواره الذي خمد في هذا العصر ريحه هذا ليس المختار وإنما المختار من مثل كلام الحرير ترى كل فاصلة تتكرر في كل سطر يعني إذا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من اعتصم بها من كل مكروه نجا وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه ذوي العقل والحجة خلاص ثلاث مرات في الجاء انقل عليه والصادقون والمؤمنون والمتقون ثم انقل والنار والأوزار والأحبار ثم انقل هذا مقبول أما أبقى ساعة أقول جاء 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 فلا جاء ولا راح هذا ليس من السجع المقبول هذا من السجع المتكلف ولعلك رأيت هذا الموضوع أنا ما صحوت على الموضوع إلا ثالثا أنا ما أذكر حتى مع أني أسجل ما أدري متى قال أولا وثانيا أنا انتبهت على ثالثا ورابعا هذا يدلك على إشكالية القراءة من الورقة مع أن طبعا من جملة إشكاليتها أن الوتيرة واحدة كأن رجلا لا أقول يسمع ليته يسمع هو يقرأ مشغول بالقراءة كأنه يسمع هذا يحدث منه إشكال ضعف التواصل يحدث منه إشكال الأداء على طريقة واحدة يحدث منه إشكال تغيب العناصر حتى لو كان هناك عناصر أنا اكتشفت في الآخر أن هناك عناصر لكن في الحقيقة كانت غير يعني واصلة يحدث منه إشكال أن الآثار كثيرة وممتعة في الحقيقة لولا أنها أنا أقترح أن هذا الكلام سنأخذه أخونا نادر بحيث يعني يستعمله في المطويات في يعني الجمل التي توضع على الجدران نستقبل بها الناس جهد مشكور لكن لم يكن مكانه الخطبة من إشكاله أيضا الإنسان أحيانا يحدث سبق نظر أو سبق فيقول هل أفسد الدنيا إلا الملوك وأحباره سوء ورهبانها وأكيد أنها مكتوبة عنده وهل أفسد الدين وهو ما ينتبه إلى أنه قال هل أفسد الدنيا بينما طبعا كسر البيت والإشكال ليس في الكسر فقط في تغيير المعنى على كل حال العجيب إن تعجب إلى أن اللغة سليمة وقوية والملكة يمكن أن تجيء فليس هذا الصنف هو الذي يعني يحضر خطبة مكتوبة هذا الصنف من الناس لو أتعب نفسه الملكة يمكن أن تجيء اللغة قوية الروح يمكن أن تحضر حضرت مرة حين ترك الورق وقرأ حديثا يحفظه لما قال حديث أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد انتبهتم لهذا شعرت أن في روح فجأة ظهرت لأنه ترك الأوراق فلو أنه يعني تدرب على الإلقاء
دون ورقة، لا بد أن هذا سيأتي بخير كثير، لكن هذا مقبول لأننا نشكره غير مرة، لأنه كما قلنا يعني أعطانا عمليا ما كنا بحاجة إلى رؤيته، وبالتالي هذا يشجعنا ويشجعه على ألا نعود إلى الورقة. وإذا صمم أحد إلى الورقة فليعود إليها يعني على طريقة التعب والبذل والجهد، يقرأها مرارا وتكرارا حتى يكاد يحفظ ما فيها، فإذا لمح بعينه أول السطر فقد حفظ بعده خمسة أسطر، وبالتالي يبقى التواصل، ينظر إلى يعني الجمهور ويتفاعل معهم، هذا أولى. ولهذا المختار كما ذكرنا أن يعني يحضر الخطبة على النحو الذي قلناه، وأن يلقي المعاني التي استقرت في ذهنه بالأسلوب الذي يفتح الله عز وجل به عليه، لعله إن شاء الله يعني يستجيب لنا في مرة قادمة، وستأتي مرات إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. لا لو أمكن يعني إلا أن يكون ضرورة. طيب بقي معنا واحد فقط، شيخ طارق نكتفي بهذا حتى نفتح مجال المناقشة ولا نأخذ طيب إذن بعض أخواننا الذين بقوا نتوقف عند هذا ونعطي بعض المجال للمناقشات حتى يعني نعتذر عن يكون هذا آخر اليوم. إن شئتم، هل تستعدون نجعل المناقشات المفتوحة في الغد أم ننتهي منها اليوم؟ هذا مرده إليكم. أم ننتهي الآن فيها نصف ساعة ولا نؤجلها للغد؟ يكون هناك أكيد مساحة أوسع، ولعلي أضيف بعض ما كنت أريد أن أضيفه. نعم، إذن بكرة إن شاء الله نعدكم أن يكون آخر الأيام، وجزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين. لكن يا ريت إذا كان بكرة آخر الأيام تأتي ببعض المسائل التي أنت ترى، يعني حضر معي بعض المسائل ترى أنه كان من الممكن أن يعني نتم بها، لأن طبعا بقيت نواقص كثيرة، فاقترح ما تريد أن نزيده ونحن إن شاء الله لعلنا أن نوفق إلى هذا. وهذا لا ينفي طبعا أن يكون معنا بعض أخواننا الذين بقوا، كل من بقي فهو جاهز، وإذا هذه الجوائز تؤجل أيضا للغد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.